مرة أخرى كواكو يحاول المرة هذه يمر ما يمرش، والهجمة للإفريقي إيزيكيل يقول كورتو إيزيكيل بسرعة اتجاه ذوادي، مرة أخرى إيزيكيل إيزيكيل والهدف الأول ممتاز أليكسيس موندومو، أليكسيس موندومو وهدف من طراز عالمي. الدقيقة 21 والنتيجة تتغير لفائدة النادي الإفريقي. سنشاهد الإعادة، كرة قصد في وسط الميدان من لومين كواكو وعادت في هجمة معاكسة أليكسيس موندومو. شوفوا البداية كانت بالذوادي، إيزيكيل يدور كورتو ينتظر تمركز الذوادي، واحدة اثنين مع إيزيكيل ما يتحكمش في كورتو تمشي أليكسيس وممتازة في الزاوية. التسعين 1-0 للإفريقي بعد 21 دقيقة لعب. أمامكم من زاوية أخرى الإعادة لهدف الكامروني أليكسيس. رامي شريدي كان متقدم لكن ما كان ينجم يعمل حتى شيء أمام قوة التصويبة ودقتها وانطلاقة جديدة للمباراة. لومين كواكو نزاعة طويلة ظهر الدفاع، كرة تتفك مرة أخرى للإفريقي خطيرة، ذوادي 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 باش يصوب ليه، حظر للجهة اليسرى خطيرة والتصويبة والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الإفريقي. سيف العكرمي يصوب والهدف الثاني ضد مرماه. سنشاهد من يدافع على الملعب التونسي أمامكم، إغالة مرماه والنتيجة تتغير لفائدة النادي الإفريقي مرة أخرى. سيف العكرمي إمداد ممتاز بالذوادي التصويبة، على ما يبدو حمزة الزكار هو اللي غالت مرماه في اللقطة الأخيرة. كرة تتفك مرة أخرى بالنسبة للملعب التونسي في مكان صعيب، والهدف حمزة زكار ضد مرماه في الدقيقة 50. النتيجة تتغير 2-0 للنادي الإفريقي، بداية ممتازة للنادي الإفريقي في هذه الفترة الثانية، والملعب التونسي صعب المباراة عليه، صعب المباراة على أبناء نبيل الكوكي باتريك لوفيك ومن غيره أدرى بدواليب الملعب التونسي، وهو اللي كان مشرف تقريبا على نفس المجموعة 90% من لاعبي الملعب التونسي اللي يلعبوا تويكا أكيد يعرفهم باتريك لوفيك. وفرحة جماهير النادي الإفريقي في مدرجة ورقة ضد مروان تاج، هو الانذار الثاني فعلا، ورقة حمراء ضد الملعب التونسي، مروان تاج يخرج من المباراة. الملعب التونسي عقوبة مضاعفة نجم نقولوا في هذه الآونة، إقصاء مع ضربة جزاء، والإفريقي أمام المرور إلى مع ثلاثة في هذه الآونة. بلال عيفة، بلال عيفة يحب يضيف اسمه إلى قائمة هدفي الإفريقي في هذا الموسم. أمامكم المدافع الأيمن الإفريقي اللي باش يكمل المباراة في محور الدفاع الإفريقي أمامه رامي جريدي. يتقدم بلال عيفة يصوب والهدف الثالث، الهدف الثالث للنادي الإفريقي في 68 دقيقة لعب. النادي الإفريقي 3 الملعب التونسي 0. إعادة، إعادة لياس السويدان يأمر بإعادة التنفيذ. لاحظوا دخول لاعبي الملعب التونسي، على هذاك ربما الحكم يأمر بإعادة التنفيذ. بلال عيفة مرة أخرى أمام الحارس رامي شريدي، هل سيغير زاوية التصويب؟ يتقدم بلال عيفة يصوب ويسجل، المرة هذه هدف ثالث للإفريقي بكل قانونية. النادي الإفريقي يمر إلى مع ثلاثة
وبلال عيفة يغير زاوية التصويب على يسار الحارس رامي جريدي المرة هذه 3-0 للإفريقي أمام الملعب التونسي. الملعب التونسي صعب برشا عليه المباراة بعد قبول هدف ثالث، وخاصة في ظل نقص عددي باش يكمل به في هذه المباراة. مهدي بن ديفالا يخرج ويخلي مكانه بالحصان يسرى خطيرة، ترويف ممتاز لكن الكرة تهرب. مازال اختار على دفاع الملعب التونسي، سيف العكرمي يحاول يمر، سيف العكرمي يوزع ممتازة في القائمة الثانية والهدف الرابع. ممتاز الهدف الرابع، مخدوم خدمة كبيرة من سيف العكرمي، وعلاء المرزوقي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. 4-0 للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي، والحصيلة بدأت تثقل على الملعب التونسي. أمامكم الإعادة، العملية كانت خطيرة منذ البداية، ترجع على سيف العكرمي، شوفوا كيفاش يشق الدفاع. التوزيعة ممتازة في القائم الثاني، وإن كان موجود علاء المرزوقي من غير حتى مراقبة اختار الزاوية المعاكسة ويتمكن من تسجيل الهدف الرابع. 4-0 للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي، والنتيجة تغني على أي تعليق. الملعب التونسي ينهار في هذه الفترة الثانية. أمامكم مهندس الهدف الرابع سيف العكرمي ب